نحن الجيمرز او اللاعبين سمعتنا جدا سيئة. شخص انضم لمنظمة ارهابية من وراء لعبة ببجي، شخص فاشل دراسيا من وراء العاب الفيديو. هل فعلا نحن الجيمرز هيك؟ لا، جزء جدا بسيط منا اي ممكن تطبق عليه هالاشياء، بس الاغلبية جيمرز عاديين وبعضهم ناس خرافيين. بس هالاخبار تنتشر لان دائما الاخبار السيئة هي اللي تنتشر مو الاخبار الخرافية. يعني مثلا السنة الماضية اللاعبين جمعوا فوق 22 مليون دولار للمنظمات الخيرية. سمعت هالخبر؟ ممكن 1-2% منكم سمعوه، بس اظن كلكم سمعتوا خبر انه واحد قتل مدري ايش بسبب لعبة ببجي. فبهالفيديو جبت لكم 10 حالات لجيمرز سووا اعمال انسانية جدا جدا خرافية ما حد سمع عنها. فبيكم يا شباب تدعموا الفيديو بزر اللايك، انشروا هالفيديو قدر المستطاع لجروبات العيلة ورجوا لأهليكم، خليهم يغيروا فكرتهم عن العاب الفيديو وعن اللاعبين. فيلا خلينا نبدأ. بس قبل ابدا الفيديو حابب اعلن عن الفائز بالجيف اواي الشهري على البروجيكتور سينما المصغره المقدم من شركه ابسون، واعلن عن الجيف اواي الجديد. فاذا ما يهمك الموضوع تبي تبدا الفيديو على طول، قدم الفيديو للدقيقه اللي شايفها قدامك حاليا. فالجيف اواي كان على 3 فيديوهات اللي شايفينها قدامكم حاليا. مجموع التعليقات بهالفيديوهات كان 10,000، واخترت الفائز من اول فيديو 10 اشخاص جاهم باند لاسباب غبيه، كان فيه 3700 تعليق، والفائز معنا مثل ما شايفين احمد جيمر. ان شاء الله الف مبروك. كاتب ادري مستحيل افوز باي شيء في حياتي بس نحاول. لا، هاي فزت شيء بحياتك، ان شاء الله الف مبروك. راح نتواصل معك قريبا يا انا يا شركه ابسون لنرسل لك البروجيكتور. وقفوا هالشهر على تقريبا اغلى يد بلاي ستيشن 4 موجوده حاليا اللي هي رايزر راجو التيميت. طبعا اليد هي سعرها تقريبا 1000 درهم او ريال سعودي، او لا 900، يعني اقل من 1000 بشوي. طبعا هاليد مو شركه بعثت لي اياها اسوي عليها جيف اواي، لا هاي من حسابي الشخصي بشكل كامل، اشتريت واحده لي وواحده اسوي عليها جيف اواي. بمناسبه انه وصلنا 200,000 مشترك، كل هذا من فضل الله ثم فضلكم. هالايد خرافيه، فينك تضبط فيها كل شيء بدك اياه، فيها زرين زياده تحت جدا مفيدين بالعاب الشوتر نفس فورتنايت كول اوف ديوتي، فينك تتحكم بحساسيه الار2 والال2 على راحتك. ففعليا قبل اشتريها دورت على النت وشفت كثير فيديوهات والكل قال هي احسن يد بلاي ستيشن موجوده حاليا بالسوق. فلتشارك بالجيف اواي كل عليك تسويه انك تدعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في حسابك على انستغرام او تويتر عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معاك وارسل لك اليد. بالمرتبه العاشره في لعبه على البي سي اسمها Elite Dangerous، واللعبه هي انك تتمشى بالفضاء والمجرات وهيك، مو اللعبه الخرافيه الوضوع فيها رهيب، بس لعبه ار بي جي فينك تتجول بالفضاء وفي محطات فضائيه بكل المجرات. ففي محطة معينة كان وصول إلها جدا جدا صعب ويبيلها ناس بليفل عالي، وكان في واحد عنده مرض السرطان وكان مرض انه ما في له علاج، وهذا الشخص دخل على فورمات ومنتديات اللعبة وقال حلمي أوصل على هل ستيشن وأشوفها قبل لا أموت، هذا الشيء الوحيد اللي أبيه، وكان ليفله ما يساعد. فاجوا ناس حاولوا انهم يساعدوه يوصل لهالستيشن، بس على الوقت اللي هو كان بده يروح عليها كان في جلتش من السيرفر اصلا وما كان حد يمديه يوصل لهالستيشن. فكتير ناس حاولوا يساعدوه وما قدروا، اللي قلت لكم في جلتش بهالستيشن والشركه لازم تصلحه. فاللي عملوه انه في لاعبين ليفلهم جدا عالي بهاللعبه، يعني تقريبا من العب الناس او اعلى الناس ليفلا بهاللعبه، وعندهم شغله ما عرفت شو اسمها بالضبط، ميتا شغل شيء معين عندهم اياه بخليهم يوصلوا لهالستيشن على طول بدون ما انه يروحوا لها. يعني فيني يروح على هالستيشن عن طريق الفاست ترافل او السفر السريع، بس القطعه جدا نادره، يعني ناس صاروا عم بيلعبوا سنوات للعبه وعندهم واحده منها بس فيهم يستعملوها مره واحده. فلما سمعوا بقصه هذا الشخص اجوا كثير وعرضوا عليه انه يساعدوه بهالشغله، وفعليا قبل هذا الشخص واجا واحد وعطى الميتا تبعه لهذا الشخص واستعملها ليعمل فاست ترافل للستيشن وقدر يحقق اخر امنيه بده اياها. بالمرتبه التاسعه كان في وحده قاعده تلعب لعبه دوتا وقاعده تسوي بث مباشر على تويتش اسمها ساجدينا. فالمهم هاي الوحدة كان قاعدة تلعب ومسوية بث مباشر، فجأة واحد يدق عليها الباب، راحت تفتح الباب وإلا حرامي خبطها على راسها ورماها على الأرض وبعدين دخل وقاعد يسرق البيت. فالبث مباشر شغال والناس اللي قاعدين يشوفوها شافوا هالشيء كله، بس المشكلة الناس ما عندهم عنوانها وما يعرفوا وين عايشة، فاتصلوا بالشرطة المتابعين، بلغوا الشرطة انه مغمي عليها بالبيت، في حرامي دخل خبطها على راسها وقاعد يسرقها، بس الشرطة ما قدروا يوصلوا لمكانها. فراحوا الناس كلهم صاروا يمنشنوا اصحاب هاي الشخص اللي كانت تطلع معهم
بالبثوث على تويتر، كلهم صاروا يمنشنوا شخص واحد يعرف عنوانها ورقمها. هذاك الشخص انتبه لهالكلام ودخل وشاف البث المباشر انه فعلا حرامي دخل عليها وضربها ومغمي عليها، وراح واتصل بالشرطة وعطاهم عنوانها. فاجوا الشرطة والاسعاف ولحقوها واسعفوها وكل شيء تمام، بس الى الان ما مسكوا الحرامي. بس اهم شيء انه لحقوها، لو ضلت ما حد إجا شيك عليها كان ممكن أنه تموت فعليا. فلولا متابعينها بالبث المباشر كان هاي الشخص ممكن تكون فقدت الحياة حاليا. بالمرتبة الثامنة قصة نوعا ما تنرفز. في كلان بلعبة World of Warcraft، احد اعضاء الكلان مات بالحقيقة، صار معه جلطة وتوفى. طبعا اعضاء الكلان كل واحد في مدينة في دولة غير التانية، فما قدروا انهم يحضروا عزا هذا الشخص، وكانوا يعني جدا اصدقاء ومقربين ويلعبوا مع بعض كل يوم. فاللي قرروا انهم يعملوا له عزا جوا لعبة World of Warcraft. راحوا على منطقة كانت كلها تلج وفيها بحيرة. هذا الشخص اللي مات كان يحب الجو التلج والبحيرة وهيك، فقرروا يروحوا على نفس المكان ويحطوا هنيك مثل يسووا تمثال بسيط لشخصيته، وانه عزا لهذا الشخص، انه كل اعضاء الكلان ما قدروا يحضروا العزا تبعه بالحقيقة لانه بدولة تانية، فقرروا يعملوا له عزا جوا اللعبة لهذا الشخص اللي توفى. بس جوا العزا سيرفر World of Warcraft، لعبة عالم مفتوح فيه انه اي حد يدخل اي حد يطلع. ففي شخص اسمه سيرينيتي ناو دخل، ويعني داخل مسوي جو، ها اللي بخرب عليكم. فخرب عليهم ابو الجو، دخل يقعد يقتل فيهم يكسر كل مكان، خرب ابو كل شيء. هو كان حشته هذا الشخص ان انتم من جدكم قاعدين تسووا عزا جوا لعبة، مجانين ولا ايش؟ فداخل يخرب عليهم وما خلاهم يتهنوا. فيعني خبروه هذا خوينا الميت، ونحن ما نقدر نحضر عزاء بالحقيقة، فقلنا أقل شيء نحاول نسوي عزاء له ولو على أقل افتراضي جوا اللعبة. بس للأسف الشخص اللي اسمه سيرينيتي ناو خرب عليهم الجو كله، لأنه كان كل الناس محترمين وضع سيرفر مفتوح وما حد دخل ولا خرب، وكل الناس محترمين الشيء، إلا هذا الشخص دخل وخرب القصة كلها. بالمرتبة السابعة قصة نفس القصة الثامنة بس مع نهاية أسعد بكثير. بلعبة Final Fantasy 14 كان في لاعب عمره 29 سنة اسمه كودكس فالهادا. طبعا هذا الشخص كان للأسف ميت دماغيا، كان خلاص ميت دماغيا. الدكاترة بالمستشفى عم ينتظروا من الأهل انهم يوقعوا ويوافقوا انهم خلاص ينهوا حياته، لانه ما في أمل انه يرجع للحياة. فالمهم خبر قصة هذا الشخص وصلت للعبة Final Fantasy 14، وهذا الشخص كان عنده بيت جوا هاللعبة، والبيت تبعه كان بسيرفر معين بلعبة عالم مفتوح. فالخبر وصل لفورمات والمنتديات تبع هاللعبة، والناس بأعداد جدا كبيرة صاروا يجوا لعند بيت هذا الشخص ويقعدوا جنب بيته، اللي هي قاعدة احترام أو قاعدة شو ريسبكت. ولما أقول ناس كتير فناس جدا كتير، صاروا الناس طوابير على السيرفر ليفوتوا قدام هذا البيت هذا الشخص ويجوا ويلقوا التحية، أو يعني مثل يعزوه نوعا من الكلام. لدرجة أنه واحد من الناس دول عمل لايف ستريم، واللايف ستريم طلع للمستشفى، شاف يعني أهل هذا الشخص شافوا البث المباشر لقديش ناس بعدد جدا كبير مجهولين جايين لعن بيت ابنهم الافتراضي جوا اللعبة عشان يعزوه ويعني يورجوا حبهم لهذا الشخص. بالمرتبة السادسة قصة مو مجموعة أشخاص اجتمعوا ليسووا شيء رهيب، لا، شخص واحد أو ولد عمره 14 سنة كان قاعد يلعب على إكس بوكس لايف لعبة فورزا مع شخص عشوائي. دخل مع شخص عشوائي وضل يلعب معاه ساعتين ثلاثة، يعني قاعد يسولف معاه نوعا ما. فهذاك الشخص العشوائي كمان ولد تقريبا عمره يعني 15-16 بهالحدود، كان قاعد يقول للولد اللي عمره 14 سنة إنه قاعد يفكر بالانتحار. قاعد يفكر بالانتحار بشكل جدي، وانه قاعد يتكلم مع واحد عشوائي قاعد يفضفض له، لانه ما يبي يقول لاهله ولا احد انه قاعد يفكر بالانتحار لانه رح يمنعوه.
فهذا الولد اللي عمله انه راح واتصل بالشرطة، هو ساكن بكندا، وعقلهم في هذا الشخص قال لي انه يبي ينتحر وسكر، ما اعرفه ما لي ضايفة هذا اي دي على الاكس بوكس. فالشرطة اخذوا اي دي وتواصلوا مع مايكروسوفت اللي صاحبة اكس بوكس، ومايكروسوفت قدروا يعطوا تفاصيل هذا الشخص، عنوانه ورقم تلفونه او رقم تلفون اهله للشرطة، وشرطة بعدين تواصلوا مع اهل هذا الشخص وحكوا لهم انه ابنكم قاعد يفكر بالانتحار. فالاهل شافوا ابنهم وشافوا انه فعليا الابن كان مكتئب وكان فعليا ناوي على الانتحار، وقدروا انهم يعالجوا وضعه. فهذا الولد اللي عمره 14 سنة دخل مع واحد عشوائي انقذ حياته بالفعل. بالمرتبة الخامسة كمان بلعبة Elite Dangerous، اللعبة موجودة بالمجرة، فينك تشوف الكواكب كلها والشمس وتتنقل بينهم، بس في منطقة باللعبة اسمها الفويد او الفراغ، اللي هي انك تطلع برا المجرة. طبعا هاي المنطقة ما فيها اي شيء، فضاء بس تضل تمشي فيه ما لا نهاية، انه كانك طالع من المجرة فعليا، يعني يبيلك مليارات سنين لتوصل لمجرة تانية. فكان في شخص يبي هايط، فراح على الفويد وضل يمشي بالفويد لحديت ما خلص البنزين عنده، وضل عالق بالفراغ ما في اي حد حواليه، وشخصيته عالقة هناك ما فينا يرجع لمكان اللعبة، وانه لعبة اونلاين، فلما توصل لمنطقة ما فينك ترجع، يعني لازم ترجع وتلف وترجع لمكانك، مو والله تسكر اللعبة وتفتحها وراح تلاقي حالك رجعت، لا. فهذاك الشخص ضلت شخصيته عالقة بهذاك المكان 3 شهور، يعني دائما يفوت يدخل اونلاين ما في اي شيء يسويه، ما عنده بنزين وعالق بالفويد. يعني الحل الوحيد انه يبدا شخصيه جديده ويلعب من اول وجديد، مع ان هالشخصيه يعني صلوا عليها سنين، فيعني كان على امل حد يساعده، كان بالفراغ. والا في مجموعه جوا اللعبه اسمها فيول راتس او فئران البنزين، هالمجموعه كان بس هدفهم باللعبه انهم يروحوا على الفويد، يروحوا على الفراغ، يلقطوا الناس اللي عالقين نفس هذا الشخص ويساعدوهم بدون اي مقابل. وفرقه منظمه اكثر من واحد، دائما عندهم بنزين احتياطي، واحد يروح ويرجع لو انتهى عندهم البنزين، يعني دارسين الامر بالضبط. فقرروا انهم يروحوا يساعدوا هذا الشخص، والمهمة لانقاذه، هذاك الشخص كتير دخل بالفراغ او بالفضاء، كانت 600 ساعة. 600 ساعة لو وصلوا لعند هذا الشخص ساعدوه، عبوا سفينة بنزين ورجعوه للمجرة. تخيلوا 600 ساعة، مو 600 ساعة جوا اللعبة، 600 ساعة بالحقيقة لو وصلوا له وساعدوه، وما كان بدهم اي شيء منه بالمقابل، فقط هيك هالناس يعني مهمتهم انهم يساعدوا الناس اللي بالفراغ اللي ضايعين. فناس فاضيين ما عندهم شيء، بس بنفس الوقت خرافيين. بالمرتبة الرابعة في لعبة VR Chat، اللي هي انك تلبس نظارة الواقع الافتراضي وتمسك شغلتين بايدك، وفعليا تكون جوا لعبة عالم واقع افتراضي، تشوف شخصيات تانية وتتكلم معها وكل شيء. ففي واحد كان بهاللعبة وصاب، اجت له نوبة، اظن كان هذا الشخص معه مرض ربو، فاجت له نوبة صار ما فينه يتنفس لوقت، يعني لفترة معينة، والناس جوا اللعبة لاحظوا هالشي. لو فجأة كان قاعد يتمشى فجأة طاح على الارض، هو لما يطيح بالحقيقة راح يطيح جوا اللعبة، ومن صوت مايكا قاعد يطلع صوت انه ما هو قادر يتنفس او قاعد يعاني. ففعليا السيرفر كله التم حولين هذا الشخص، ناس حاولوا يساعدوه لانه لسه لابس نظارات الواقع الافتراضي، ما هو قادر يشيلها. ففعليا السيرفر كله التم عليه، والناس كلهم حاولوا يساعدوه، اللي يقولوا لاي واحد طلع من شخصيته الوان يبعد عشان لا يسبب له نوبة ثانية، واللي قال له تنفس خد شهيق زفير، وما حد قاعد يستهبل او شيء، واحد حاول يستهبل وكلهم بعدوه على طول. وفعليا اخر شيء قام من النوبة وشكرهم وقال لهم جد ساعدتوني ورجع طبيعته. I'm okay. You good, man? You're okay, dude. Yeah, you're all right, bro. Oh my god. Yeah, bro. Oh my god, thank god. Are you okay? بالمرتبة الثالثة ولد عمره 10 سنين كان راكب بالسيارة مع جدته بولاية كولورادو بأمريكا، وهو راكب مع جدته بالسيارة وأخوه عمره 4 أشهر بالمقعد الوراني،
جدته أغمى عليها على المقود، والسيارة كانت ماشية بسرعة 100 كيلومتر بالساعة. فالولد أول ما شاف جدته أغمى عليها مسك المقود، حاول يوصل للبريك والبنزين ما قدر لأن جدته كانت قاعدة، بس جدته لأنه أغمى عليها شالت رجليها عن البنزين. فهذا الولد اللي عمله أنه مسك المقود وقعد يتحكم بالسيارة لحديت ما خفت ووقفت على الأخير بدون لا يتسبب بأي حادث، وبالتالي أنقذ حاله، أنقذ جدته وأنقذ أخوه الصغير. لما سألوه بعدين أنه شو هالمهارة اللي جت لك ولا بعمره ساق ولا شيء، قال أنه خبرة سواقة ومتعلم السواقة من كل من لعبة جي تي اي وماريو كارت. قال لعب كتير هالألعاب وساق فيهم كتير، فبالنسبة إلى أنه كان يتحكم بالمقود يمين يسار لبين ما توقف السيارة بين الزحمة كان شيء جدا سهل. فإيه شيء خرافي يعني، هالولد لو ما كان جيمر كان فعليا حاليا ممكن يكون توفى هو وجدته وأخوه الصغير. بالمرتبة الثانية، دائما يقولوا لك الناس لا تنشر معلوماتك أونلاين مع أي حد، وهي المعلومة صحيحة إلا بهالحالة. روبرت شامبر شخص عمره 51 سنة عنده إعاقة، الإعاقة أحيانا بتخلي إنه ما فينه يتحكم بعضلاته، ما فينه يمشي أحيانا، يعني هي حسب أوقات وأوقات. فهذا الشخص كان قاعد يلعب لعبة فيسبوك وداخل مع ناس أونلاين وانتبه إنه في حريقة ببيته. من الرعبة وهيك جسمه تشنج، هو أصلا مريض، هو أصلا عنده إعاقة، فما قدر إنه يروح على التلفون ولا يتواصل مع حد، وشايف الحريق قاعد يشتغل في بيته. فقاعد يتكلم مع الناس اللي معاه بالسيرفر الاونلاين على لعبة الفيسبوك وشرح لهم هالشي، قال لهم انا كذا كذا صاير معاي وما اقدر اتحرك. اعطاهم عنوان بيته ورقم تلفون بيته، وراحوا هالناس اللي معاه بالسيرفر تواصلوا مع الشرطة، تواصلوا مع الاطفاء، ووصلوا بالوقت المناسب ليطفوا الحريق وينقذوا حياة هذا الشخص. شيء رهيب. بالمرتبة الأولى، ما يقارب 22 مليون دولار، أي ما يساوي تقريبا 80 أو 70 مليون درهم أو ريال سعودي، تم تجميعهم بسنة 2018 من الجيمرز لمنظمات الأعمال الخيرية. كيف من الجيمرز؟ في ناس كانوا يعملوا بثوث مباشرة ويقولوا إنه أي واحد يتبرع على هالبث الفلوس كلها راح تروح للمنظمات الخيرية. في ألعاب نفس Overwatch مثلاً سوت إيفنت معين وقالت أي واحد يشتري أي سكن فلوس السكنات كلها راح تروح للمنظمات الخيرية، وفي أمثلة أكتر وأكتر. منظمات خيرية مثل من مستشفيات أطفال وإيواء مشردين وغيرها. ممكن حد يحكي طيب هالأشياء تفيدهم بأمريكا، نحن هون شو يفيدنا هالشي؟ 13 مليون دولار من هال 22 اجت من Overwatch. Overwatch وتحطوا سكنات، هالسكنات لما تشتريها كل أرباح تبعها راح تروح لمنظمة خيرية باسم Breast Cancer Research Foundation. هاي المنظمة مو والله لا تتبرع على الناس أو شيء، لا، مثل منظمة علمية ليدرسوا ويسووا أبحاث ليلاقوا علاج لسرطان الثدي. فهذا المبلغ راح يزيد من أبحاثهم وفعليا ممكن يساعدهم ليوصلوا لعلاج لهذا المرض. بأي شباب، هذا فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم. أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات شو افضل موقف من المواقف عجبتكم، او اذا عندكم موقف ما ذكرته بالفيديو اتمنى تكتبوا لنا اياه بالتعليقات. وبس، كان معكم شركيه شركه كيش، كم فيديوهات تاني ان شاء الله. مع السلامه.